في الحقيقة في 6 أيام بس زار معرض القاهرة الدولي للكتاب ما يقرب من 2 مليون زائر. امبارح كان في حوالي 350 ألف واحد موجودين داخل المعرض. الحقيقة إن ده مش مفاجأة ليا، لأن يعني طول عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب هو حالة خاصة من الشغف من المتعة لكل محبين القراءة. طول عمر المعرض حالة من الإبداع للمفكرين للمثقفين للمبدعين في مصر والعالم العربي كله. الموضوع كل سنة بنقول هيختلف، الناس ما بقتش بتحب الورق، الولاد الشباب حقيقي. والولاد الصغيرين ما بيحبوش يقروا، وكل سنة بنتفاجئ الناس دي كلها جاية تعمل ايه؟ الإقبال الكبير جدا. المعرض السنة دي كان في حالة كده من الزخم الثقافي الفكري الفني، كان في اهتمام من زوار المعرض انهم يشاركوا في الفعاليات ويشاركوا في الندوات اللي بينظمها المعرض، وكمان احنا لقينا ان في الاف الاسر من قرى ومدن بره العاصمه جايين وحريصين انهم يشاركوا في رحلات للمعرض، فمشهد محترم بيعكس وعي المصريين وحرصهم انهم يكونوا جزء من الحدث السنوي الاستثنائي برغم ان الجو برد جدا، برغم ان مش كل الناس واخده اجازه في نفس الوقت حقيقي. لكن احنا لاقيين يعني مش هبقى ببالغ لما اقول تزاحم. انا عايز اقول لك انا كنت امبارح في المعرض، الحاله اللي انت بتقوليها دي انا شفتها بره اسوار المعرض، الاتوبيسات جايه من المحافظات والله العظيم بالحرف كده مكتوب دمياط البحيره كفر الشيخ. انت بتتكلمي في اقبال من كل محافظات مصر على هذا الحدث، يخلينا نقول ان زي ما من قالت كده رائحه الكتب ورائحه الحبر ما زالت يعني مستمره، ما زالت موجوده. هي طبعا بتطغى في شهر يناير من خلال المعرض، وده يخلينا يقول برضو ان وعي المصريين، الناس دي ما كانتش جايه تتفسح يا جماعه، انا بعناية شفت اكياس الكتب وهي متشاله وناس جايه بتجر شنط. انا عايز اقول لكم ان البريد المصري عمل خدمه هناك عظيمه جدا، انت ممكن تشتري زي ما انت عايز من الكتب وتشحنها توصل على بيتك في افضل تغليف ممكن. يعني كل الخدمات بتتوفر، جناح الطفل هناك عظيم، يعني انت لو دخلت جناح الطفل كل الحاجات بتاعت الطفل موجوده، مش زي زمان كنت تروح تفضل تنقي، لا هو في جزء خاص للطفل. افضل كتب موجوده في 3 حتت، المركز القومي للترجمه، الهيئه العامه لقصور الثقافه، والهيئه العامه للكتاب. اسعار والله العظيم، انا جبت امبارح كتاب عن السادات ب 15 جنيه، كتاب حلو مطبوع كويس، كتب عن التاريخ عن السياسه عن الفن عن الحضاره، كل ده موجود في هذه الاماكن، وامتداد يعني مستمر للدعم الحكومي للكتاب المصري. لفت انتباهي ايضا ان اعمال عميد الادب العربي طه حسين كانت يعني متصدره لاهتمام الجمهور المصري، هناك كان في مبيعات قويه جدا في جناح الهيئه العامه لقصور الثقافه، من ابرز العناوين اللي كانت موجوده هناك روايه المعذبون في الارض، كتب زي قاده الفكر، مستقبل الثقافه في مصر، اديب رائعه ايضا طه حسين، دعاء الكروان، وغيرها من الاعمال المهمه جدا لعميد الادب العربي كانت موجوده وتصدرت مبيعات هذا المعرض. واحد من المؤتمرات المهمه اللي هيتم طرحها على مدار الاسبوع الجاي مؤتمر بعنوان استعاده طه حسين، ده هيكون موجود في معرض الكتاب وهيكون على الهامش بتاعه العديد من الندوات. الهدف فيه الناس بتتكلم عن او هيكون المحاور الاساسيه اللي بيتكلموا عليها ازاي هيكون في الفكر بتاع طه حسين، ازاي المثابره، ازاي ان هيكون في الشغل على النفس، وازاي الواحد يشتغل على نفسه علشان يخرج نفسه من ظروف صعبه ويوصل بيها لحاجه مختلفه. الافكار اللي كان بيطرحها عميد الادب العربي اللي يمكن اخر حاجه اتطبعت له في اوائل الستينات، وازاي الافكار دي لسه موجوده معانا، ايه اللي ممكن نستفيده، ايه اللي ممكن يعاد طرحه، ايه الحاجات اللي ما كانتش مشهوره لعميد الادب العربي تم طبعها من جديد من الهيئه العامه للكتاب. كتب مجرد تقديمة كتبها عميد الأدب العربي طه حسين، التقديم بس، التقديم للكتاب أو مقدمة الكتاب هو اللي كتبها، تم إعادة طبعها. كتب مش مشهورة ومش متعودين نسمع اسمها موجودة في جناح الهيئة العامة للكتاب. في شغل كتير جدا ومختلف هيكون موجود السنة دي، بالإضافة بقى كمان لضيف الشرف، إزاي السنة دي عامل تفاصيل مختلفة، النرويج عاملة جزء في قاعة الطفل أو في جناح
جناح الطفل. صحيح. يمكن فقرات مش متعودين عليها بالنسبة للأطفال جاذبة جدا، حتى موجود السكيتنج أو التزحلق ده مثلا ما كانش بيبقى موجود، لكن حاولوا أنهم يعملوا عوامل جذب مختلفة للأطفال. طبعا بقى الحاجات الكلاسيكية، التلوين، الرسم، المحاكاة للطائرات والقيادة، يعني حاجات رائعة ومختلفة كل مرة بيحصل تطور في معرض الكتاب. هيكون معانا فقرات وتقارير عن معرض الكتاب، أهم الفعاليات اللي كان عليها إقبال كبير من زوار المعرض على مدار الحلقة، هنتكلم فيها أكتر وهنتكلم عن كتب كمان. مرة تانية صباحكم زي الفل، بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.